كان بيحبها وهو لسه عنده 13 سنة، استمر حبه ليها 26 سنة. ضحكت عليه وقالت له أنا عندي القلب ومش هينفع أتجوز. بشرى وسالم هيكل من حب الطفولة للانفصال في سرية. اتفاجئ الجمهور بإعلان الفنانة بشرى انفصالها عن جوزها سالم هيكل بعد مدة جواز استمرت سنتين. الغريب أن إعلان بشرى لانفصالها عن هيكل جه فجأة ومن غير الإعلان عن أي خلافات ما بينهم، وده اللي فاجئ الجمهور خاصة بعد قصة حب استمرت بينهم 26 سنة. لكن من الواضح أن الصداقة بينهم اتغلبت على قصة الحب، لأنهم ما قدروش يستمروا كزوجين واتفقوا يستمروا كأصدقاء لبعض. فيا ترى إيه سبب الانفصال بين بشرى وسالم هيكل بعد قصة الحب الكبيرة اللي ما بينهم؟ قصة حب سالم وبشرى بدأت من 26 سنة. وقتها هيكل كان لسه عنده 13 سنة، كان بيحبها جدا فكانت حب طفولته، اتقدم علشان يتجوزها. وقتها بشرى كان عندها 16 سنة، لكن بشرى وقتها حست إنها لسه صغيرة وإنه ممكن يكون حب مراهقة أو طفولة، فرفضت بشرى وقالت له إنها عندها القلب ومش هينفع تخلف، لأن وقتها كانت فاكرة كده. وفعلا الدكتور قال لها تشخيص خاطئ، وقتها بعد عنها سالم هيكل، لكن اتفاجئ انها اعلنت خطوبتها على واحد قريبه في نفس اليوم، والموضوع ده وقتها تسبب له في حزن كبير، فقرر ان اليوم ما يعديش غير وهو كمان خاطب زيه زي بشرى، وكل واحد فيهم راح في طريقه وكل واحد اتجوز شخص تاني. لكن في 2020 عرف سالم هيكل ان بشرى موجوده في الساحل، وكان كل واحد فيهم انفصل عن الشخص اللي كان متجوزه، فراح لها الساحل وطلب انه يقابلها، لكن بشرى اعتذرت له لانها كانت معزومه على العشاء مع صحابها. وقتها اتصل هيكل باصحابها ولغى العشاء معاهم، اتصلت بيه بشرى وقالت له انها قبل عزومته على العشاء. وقتها عرض عليها هيكل تتجوزه وقال لها تتجوزيني. اما في اكتوبر 2020 طلب هيكل ايد بشرى في حفل ختام مهرجان الجونه السينمائي، وظهر في فيديو خالد الصاوي واخد بشرى من ايديها وبيتفاجئوا بسالم هيكل وهو بيقدم لها خاتم الخطوبه من الالماز. بعدها بشهرين بس من الخطوبه احتفلوا بجوازهم في ديسمبر من نفس السنه، وطلعت بشرى وسالم في لقاء ليهم مع الاعلاميه منى الشاذلي في برنامج معكم. وقتها اتاثر هيكل جدا لما شاف الفيديو اللي اتقدم فيه علشان يخطب بشرى وعيط، لانه ما كانش مصدق انه خلاص اتجوز بشرى بعد السنين دي كلها. وبشرى بقت بتقول له خلاص اتجوزنا وبقيت معاك، وقالت انه ما بيبقاش مصدق انهم اتجوزوا وانها دايما في البيت بتقول له ايه خلاص اتجوزنا. وخلال البرنامج وقتها فاجئ رجل الاعمال سالم زوجته الفنانه بشرى بهديه عيد، وكانت عباره عن ورد وخاتم وجواب غرامي. وقرت وقتها بشرى الجواب قدام الجمهور، وعبر فيه سالم عن حبه الكبير ليها وانه هيفضل جنبها طول العمر. وقرت بشرى وقتها الجواب بصوت عالي قدام الجمهور وحضنوا بعض. لكن رغم الحب الكبير بين بشرى وسالم هيكل واللي استمر من الطفولة لحد ما كبروا على مدار 26 سنة، إلا إن الحب ما اتكتبش ليه إنه يكمل. والظاهر كده إن بشرى وسالم ما ينفعوش غير اتنين صحابه بس، لأن بعد سنتين من الجواز أعلنت بشرى انفصالها عن سالم هيكل بدون ذكر أي سبب من الطرفين، لكنها قالت إن صداقتهم مستمرة والاحترام والود بينهم لسه موجود لأنهم أصحاب من قبل ما يتجوزوا. وقالت بشرى في تصريحاتها الطلاق تم منذ فترة بمنتهى الود والاحترام والتفاهم، وإحنا لسه أصحاب وده أمر شخصي لا أقبل من أحد التدخل فيه، لأنه أمر لا يخص أحد سوى أسرتي وأسرته. فيا ترى بشرى وسالم ممكن يرجعوا تاني لبعض ولا خلاص كده هيفضلوا صحابه بس؟